حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. ساعات يعني ساعات بسيطة تفصل بيننا وبين السنة الجديدة 2020. كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة الرب يحقق فيها كل أحلامكم وكل طلبة طلبتوها من لدنه الرب يسمع ويستجيب، سنة يعم فيها الله بسلامه وأمانه على كل شخص وكل فرد من حضراتكم، ويعم بها بسلامه وأمانه على كل منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم بشكل عام باسم يسوع. سنة يكون فيها ناس بتخرج من الظلمة للنور، ناس بتتقابل فيها مع الرب مقابلة شخصية، ناس بتتغير فيها حياتها وأفكارها، ناس بتبدأ بدايات فعلا جديدة. كل سنة وحضراتكم بخير وسنة سعيدة عليكم كلكم. النهاردة في برنامج صوت العابرين بتشرف ويسعدني جدا ان انا استقبل اخت لينا من لبنان، وبصلي كمان من اجل لبنان ومن اجل كل الوضع والحاله اللي فيه، ان الرب يتمجد فعلا في وسط هذا الشعب. في البدايه عايزه ارحب باختي رحاب من لبنان. اهلا بيكي اخت رحاب. اهلا بيكي. اهلا بيكي وكل اهل لبنان. شكرا. اهلا بيكي، متشرفه بوجودك معايا النهارده. وفي بدايه الحلقه اسمحي لي اطلب منك انك تصلي تطلب لنا بركه الرب وقيادته وارشاده لينا في وقت البرنامج كله. امين يا رب. اتفضلي يا حبيبتي. يا رب بنشكرك يا رب على هيدا النهار يا رب، لأنه أنت بتباركنا فيه يا رب. نشكرك يا رب لأنك صالح وأمين يا رب لوعودك الصادقة لكل شخص يا رب بيحتاج يا رب لكلمة منك يا رب، أنك تستخدمني لملكوتك يا رب. أنت بتظهر يا رب وأنا بختفي يا رب، لكل المعجزات اللي عملتها معي، لكل سندي سندتني فيها يا رب، لكل قوة يا رب عطيتني يا رب فيها الدعم من روحك القدوس يا رب. يا رب أنا بشكرك أيضا يا رب أنك تستخدمني لكل شخص يا رب عم يفكر يا رب أنه يكون عم ينهي حياته يا رب بالانتحار يا رب. أنا بشكرك يا رب لأنه كمان بتستخدمني لكل شخص عنده ذوي احتياج خاص يا رب، إن كانت إعاقة جسدية أو شو ما كانت، أنه تقوي يا رب من وراء الاختبار يا رب اني انوجدت بحياتي انت، ومن خلالك يا رب كنت يا رب عم تسندني. ايضا بدي صلي يا رب لكل اب عم يحضرني يا رب، انك يا رب تباركه يا رب وبيفهم كتير الكلام يا رب اللي رح تكون أنت يا رب عم تمسحني فيه، لحتى يا رب مجدك لألك وحدك. أيضا يا رب بارك يا رب قناة يا رب الكرمة، بارك يا رب الأخت نورة على باسم يسوع على هذا البرنامج يا رب، لحتى يا رب تكون عم تستخدمها أيضا يا رب لأجل كثيرين يا رب. يا رب بارك أيضا لبنان يا رب، أنت يا رب ورا كل يا رب صرخة موجودة بلبنان، ورا كل أمور عم تسري يا رب بلبنان، نحن بنآمن يا رب أنه في مجد يا رب، لأنه أنت ماسك بزمام الأمور، وأنت يا رب واضع إيدك على لبنان لأنه هيدا بلدك يا رب. باسم يسوع بنعلن يا رب كلمة منصوحة من روحك تجاه بنتك يا رب، بجي لعندك يا رب بقول لك يا رب ساعدني يا رب لوصل الرسالة صح، من دون يا رب ما أظهر أنا، من دون يا رب ما أكون عم نقص أو عم زيد، إنك تعطيني عن جد يا رب كلام من روحك القدوس أنت يا رب باسم الرب يسوع المسيح. أمين. أمين أمين أخت رحاب. أمين، ربي يباركك. طيب ممكن يعني في البداية حضرتك تعرفينا على نفسك يا أخت رحاب وتعرفي المشاهد عليكي، تفضلي. أوكي، أنا من خلفية مسلمه، كنت ببداية قبل إيماني بدي أحكي شوي، أنه أنا عندي
إعاقة جسدية برجلي وبإيدي، ما فين أرفعهم أكتر من هيك. لهيك اخترت إنه يكونوا عم يسمعوني ذوي الاحتياج الخاص كمان اللي عندهم إعاقة جسدية، إنه قوتنا من الرب مش قوتنا بجسدنا، والرب بيعطينا أكيد. قوة بشيء معين، شيء مميز فينا بيقدر نقدر نتخطى كل الصعوبات بفضل الرب. مثل ما عندكم بيقولوا الصعيد، عندنا بيقولوا بدو. من مسلمة سنية مش كده؟ مسلمة سنية، اسمي صور شوي ملبكة بس لا لا ما تلبكيش، كله حلو بإذن الرب. طب بتقولي البدو بيقولوا عند البدو اللي هم عندكم اللي هم الصعيد عندنا بيقولوا إيه؟ ما فهمت. بتقولي عندكم بيقولوا الصعيد، إحنا بدو. أنا نحن بس بدو برجعك عرب. للنقطة اللي كنت هتبتدي منها، اتفضلي. اوكي. بيقولوا مثل العرب، وتجوزت مثل اي مثل اي بنت بتحلم بزوج، طلقت. ما بدي احكي عن حياتي الزوجية، أمين. ولكن بعد طلاقي صار عندنا البنت، بس تطلق شوي بتكون محاصرة من كل الجهات. أنا بدي أقول شيء عن بابا يلي وصلني لدرجة الانتحار، بس إنه من بعد ما آمنت بالرب عرفت إنه لو ما مرقت بهيدي الظروف ولو ما بابا كان قاسي، ما كنت أنا موجودة هون، وما كنت بهيدي القوة، وما كنت تعرفت على يسوع. فأنا رب يرحم بابا، يعني هو مميز بحياتي لأنه مرقني بهيدي الظروف لحتى أكون على ما أنا عليه اليوم. يعني قبل كنت فكر إنه أوكي اتطلقت، بدي أجيب بنتي مش معي، مثلا اخذوها على 9 سنين. يعني حياتي كلها كانت كمان انتحار. بوجه رسالتي لكل شخص حاب يخلص من هالحياه بسبب ظرف مع امه، ظرف مع بيه، ظرف مع زوجه، ظرف يمكن مع خيه، ظرف بسبب الحياه الماديه، ظرف بانه ما حدا عم يفهمه، فبطلب انه يكون عم يتأنى، لأنه أنا قبله جربت انتحرت 13 مرة ومش حاولت انتحار. الانتحار 13 مرة. إيه بس مش انتحار يعني بالدواء، يعني ما بعرف إذا كاميرا فيها تشوف مثلا إيدي كيف قطشت أو ورقت. ف طيب يعني كانت ليه، يعني انا يعني لاحظت في صلاتك ان انت صليتي من اجل الاباء ان هم يكونوا بيعرفوا ان هم يحتضنوا اولادهم وكده، فهل يعني هل والدك كان يعني بيضايقك او بيعاملك معامله قاسيه بسبب مثلا يعني امور شخصيه، ولا مثلا لان انت مثلا ما كنتيش بتطبقي الدين، او كان عايزك تبقي ملتزمه في الاسلام؟ أنا كنت أساساً محجبة وبمارس ديني يعني على وبصلي، لكن مش هيدا هو يعني كنت معتدلة في الدين، يعني كنت العشائر. مجرد بتصلي وحافظة القرآن ومحجبة وخلاص. ايه وشوي بين احنا عنا مثل عوايد، يعني زي بالصعيد المطلقة خلص مش ممكن يكون لها حياة تانية، مثلا انه شغل تأسس حالها هي وبنتها، يعني زي الشخص خلص اتطلق يعني انتهت الحياة هون. يعني معاناتك زادت بعد الطلاق، يعني كان في المعاناة دي مع الوالد قبل ما تتجوزي وبعد في الجواز؟ معاناة قبل بالجواز، وكان في معاناة بالطلاق، وكان في معاناة بقلب البيت عن بيت أهلي، بكل الأمور. يعني ما قدرت أتحمل
ما قدرت أتحمل الشيء اللي عم ينقال أو عم ينوجد. يمكن الكلام، يمكن الضرب أهون من إنك بدي أوجه رسالة لك للأب. ساعات الكلام بيجرح وبينولد شيء من جوا ما بيقدر الشخص يتقبله من صح. تجاه بيه، فبينهي بيروح بينهي حياته، بفضل الموت على انه يكون عم بيعيش. فهيدي كانت مراحل بحياتي، يعني 9 سنين انتحار، وحتى ادخلت مستشفى المجانين. مين اللي دخلك؟ دخلت يعني عن طريق بابا، بس انه دخلت 3 مرات وكان الله بعيد عني كثير. يعني كنت بسأله انه ليش انا بالذات اخترتني انه اكون عندي اعاقة جسدية، ليه اخترت انه ليه ما عم انه انا عم بقتل حالي، ليه انه مصر انك تعذبني، ليه مصر انك دايما بلوم الله، يعني ليه مصر انك تكون عم بتعيشني لحتى ما يعني موتني وخلص، انه شو ناطر ما بتاخذني لعندك. فكنت اتضايق كثير من اعاقتي، يعني بصراحه انه ما في ارفع ايدي. ولدت يعني ببيئه، حتى بالمدرسة أنه ما كفيت علمي، لأنه انحطيت بمدرسة الأشخاص أحسن مني، يعني ما تربيت، ما عشت ببيئة أقدر أحس أنه أنا مثل الناس، يعني كرهت حالي. فهيدا الشيء انولد عندي ثغر نفس مثل ما بيقولوا من أنا وصغيرة، ولكن نشكر الرب أنه من بعد كان في شيء هيك أثر فيني، هو موت أمي على إيدي. كنت عم بقلها إنه بتحبيني، فقالت لي إنه أنت محفورة بالقلب وهمك هم. فقلت لها بوعدك يا ماما إنه ما بقى انتحر، لأنه مثل ما احترق قلبي عليكي ما بدي قلب بنتي يحترق علي. وراح جاهد بالحياة كرمال إنه أكون عم بخدع. وهيك هربت من بيت بي، ولجأت لجمعيات كتير بلبنان، وما كان حدا يقبل يكون لأنه صادقة، وكانوا يخافوا أنه أنا بنتحر فيرفضوا أنه يكونوا عم يحكوني أو يكونوا عم يستقبلوني. وهيك لحد ما الرب حط بطريقة أشخاص، يعني عشت على الطرقات، تعذبت، جعت، مرمطت. ما بعرف إذا كنت عم تفهمي علي باللبناني. لا واضح الكلام طبعا. بس كان الرب أشياء أنه أخذني على وصلني لمطرح ناس قبلوني بجمعية، وهني بلشوا ياخذوني على الكنيسة، وبلشوا يقولوا هاليلويا وما بعرف شو هيك. وقال لهم انه يعني ما بعرف ليش، انه الله واحد منه اثنين، مثل ما نحن ككنت انه مسلمه باعتقادي انه المسيحيه عم تشرك بالله، المسيحيه عندها اثنين الله، انه كيف هدول الكفار، هدول يعني مش معقولة إنه هيدي الشراكة، إنه كيف اثنين مش واحد، هو الله واحد منه اثنين. فكان إلي تقريبا شهر بالجمعية، وكنت كتير مشتاقة لأختي وأخياتي البنات. الرب وضع بقلبهم الرحمة علي، وكانوا عم بيساعدوني وعم يوقفوا حد مني يعني وهيك. رحت عند اختي لانه كنت مشتاقه انه اكون عم مثل ما بيقولوا عم ضمها لشم ريحه امي. فنمت عندها بس ما قدرت نام كل الليل للساعه 4. انا كنت باخذ 13 حبه دواء اعصاب كل يوم، وكنت شخص انه هيك يعني بيمشي بطريقه مش مقبوله، لأنه الأدوية اللي كنت باخدها كانت كتير دوزاتها عالية، وبتخلي جسمي كتير من
يعني مثل شخص انه ختيار، ما بعرف اذا عجوز يعني كبير في السن، عجوز كبير في السن انه بيمشي او هيك. ففتت حملت كبات مي على المطبخ، وتذكرت المسؤوله عم بتقول انه طلبي من يسوع بيشفيكي. فهون بكل جراءه وبكل تحدي بدي اقول، كنت عم بتحدى عن جد يسوع وعم بقول له اذا بالفعل انه انت صاحب المعجزات وانت اللي بتشفي، وانت بيقولوا عنك انه الله تعا فرجيني. بدي اشرب 13 بلعة مي، يعني بقي مي هول دواء لإلي، وما بدي اخذ دواء اعصاب، بس فرجيني اذا انه بدي المس شيء بايدي لحتى شوف انت هيك ولا لا. فشربت 13 بق مي ونمت، حلمت فيه ماسك على اساس انك بتشربي 13 حبه، يعني كل شربت مية كانها حبه من البرشام اللي بتشربيه قرص يعني. كان هيدا اول اختبار لإلي انه حلمت فيه بالمنام ماسك سراج وبايده عم بدني على الطريق وبنظره من عيونه، يعني ما فيني اوصف شكله او بعتمه اناطر. فحسيت بامان وبارتياح، ففقت من النوم حسيت عندي قوه غريبه بجوات احشائي يعني. فلبست ورحت على الجمعية وقلت لهم صار معي 1 2 3، فقالوا لي انه بتآمني انه يسوع بيشفيك وهيك. فقلت لهم انه ايه اكيد انه انا شفيت. فقالوا لي بتكبي الدواء كله وما بقى تاخدي دواء. انا هلا اللي 9 سنين ما باخد حبة دواء اعصاب من وقت ما ظهر المسيح بحياتي. فهيدا كان اول اختبار لإلي. تاني اختبار الرب رجع لي بنتي لحضني. ما بدي احكي عن هالموضوع، بس انه نشكر الرب انه بنتي معي. تالت اختبار صار عندي شكوك لكل شخص بيصير عنده، مثل اختبار مع الرب، وبيرجع ناس بتحط بعقلهم انه هو عم يشرك بالله وعذاب بالآخرة وبكره الرب رح يحاسبني وبكره الرب رح يحطني بالنار. فانا صار عندي هيدا الشكوك حتى لو كان عندي كان اختبار. فانا كنت ساكنه بجمعيه للبنات، وكنت بخاف انه اكون عم بحكي انه انا مش معش بأمن بهيدا الشيء. ف رحت على قبر امي فكل اللي حيسمعوني ميتين، ما حدش حيسمعني غير الله. فهون قلت له اذا بالفعل انه انت بي لي بدي اسمع صوتك بدايتي، وبدي تقول لي انه انت بي. ايوه. فرجعت البيت لأنه كلهم ميتين مش رح يسمعوني، فهو رح يسمعني. وعن جد بقيت أصرخ وأنه ما بدي أتعذب، لا بدي أنه ما بدي أتعذب بالآخرة، أنه عذاب بالدنيا وعذاب بالآخرة. لا، أنه أنا إذا تعذبت بالدنيا وعم شوف هيدا العذاب بالدنيا، أنه كمان ما بدي أتعذب، أنه فوق على القليل فوق لاقي راحة. فروحت الجمعية وقعدت نمت. فحلمت بكون كان أبويا متوفي، فحلمت بصوت أبويا وهو بيقول لي الله سوف ينعم عليك، ويختفي الصوت. فكان الله عم يجيني بصوت بي ليقول لي انه انا بيك، انه انا حدك، لانه انا طلبته يكون اذا انت بالفعل بي تعا، انه بدي اشعر فيك كأب وتقول لي انه انت بي وإله. فهون اجاني بصوت بي، ومن اختبار ولا اختبار كان بيجي يقول لك الله سوف ينعم عليك. ايه، فسلمت هون حياتي للرب. وكان عم يمشي معي بي روحي، يعني ربنا كتير عظيم انه يكون في حدك شخص بتوثقي فيه لحتى توصلي
لمراحل تقوي فيها وتتشجعي فيها وتنمي فيها بالأحرى، إنه بكنيسة مشتهى الأمم بوجه، ما بعرف شو بدي أقول، بس بوجه كتير شكر وامتنان للرب أولاً وللأسيس إلي يوسف كرم بكنيسة مشتراعي كنيسة مشتهى الأمم، إنه وصلني لهي المرحلة اللي أنا واقفة فيها، وكنت شخص مطيع بكل كلمة كان عم يرشدني فيها لحتى أكون عم بنمى أكتر، عم بغوص إذا بدك بنهر السباحة لا يعبر أمين. من الكتاب المقدس، عم طبق. يمكن أنا ما بوصل للكمال بس بسعى إنه طبعا عن جد عم لعلي بمشي أدرك زي ما قال بولس الرسول، كله يعني بيسعى، زي بنجتهد في حياتنا الروحية والإيمانية زي ما قال بولس الرسول، لعلي أدرك الذي لأجله قد أدركني المسيح. اتفضل. ايه، وهيك بيعرفك مثلا، بيعرفك بالكتاب المقدس كيف تغفري، كيف تسامحي، كيف تحبي، كيف تحولي كل الامور للخير، كيف لو قدامك شر بتآمني من جوا انه هذا كله للخير، الرب رح يحوله للخير. قديش بحياتنا انه كلنا انه اشخاص اذونا، اشخاص دمرونا، شو ما كانت صلتنا انه فيهم، بس بننجرح منهم بقوة، ولكن فجأة بنحول هذا الجرح والعدم الغفران عن جد حب، مثل ما حبنا يسوع وفدانا فدينا بدمه على الصليب. هيك بنتعلم انه نكون عم نحب، نكون عم نغفر، نكون عم نسامح، نكون عم حتى في اشياء بلش الرب يشحل فيي. يعني انا من الاشخاص اللي كانت بشرب 4 علب دخان، بشرب ارجيله ولا ممكن 15 ظرف نسكافيه، ولا ممكن انه اكون انا عم بطل دخان او هول الاشياء. يعني ف باول انا عشت مراحل من جم... يعني ما عشت مصالم بجمعيه وحده، انا كنت من مرحله لمرحله، يعني كنت تايهه. بتخلص مدتي هون بجمعية للبنات بنتقل على غيرها، بتخلص مدتي هون، يعني ما يعني حتى لما أخذت بنتي نحن حطيناها بمطرح لأنها تكون، لأنه أنا بجمعية وهي كمان إنه عاشت بميتم لحتى 3 سنين لحتى تكون كمان عم تتعلم، فكان في ميتم اللي هو صعوبة. بنقول عليه دار أيتام في مصر. ايه، فهو بيختار مش دار ايتام كتير كبير، يعني بيختار 9 بنات من الحالات الخاصة، فكمان كانوا بركة هني بحياتي. ف الوقت انه ما كنت عايشة بس انا بجمعية كأنه شخص انا مرتاح، يعني لأنه ما في شيء ملكك، ما في شيء لك. أحيانا بتختلفي أنت وأختك، فكيف كذا بنت في أو كذا أم في بقلب الجمعية وبقلب الأوضة مثلا الغرفة. فكنت عم انتقل من مرحلة لمرحلة، ولكن عن جد أنا أكثر صلاتي بتكون يا أما على السطح، على السطوح، يا أما قدام البحر. هون مخدعي، بحكي مع الرب، ما بحس إنه في حاجة حاطة حد بيني وبينه، بحس إنه بالرحاب، إذا بالفضاء، بالوسع. فبطلب منه
فتعلمت كيف أطلب وكيف أنه يكون الرب عن جد عم يسمعني، بس بإيماني عم يسمعني، لحتى الرب يكون عم ينوجد لك شيء تطلبي منه. لازم تكوني مآمنة أنه هو رح يصير، ولازم من جوا تحسي أنه هو معك. أي. انتقلت من مرحلة لمرحلة، بس طلبتي من الرب يشيل، يعني يحررك من الدخان والأرجيلة وكل الأمور ديت. هي قصة دخان الرب. من بعد ما بطل دخان الرب أعطاني بركة مش طبيعية. هو كانت بالجمعية اللي كنت قاعدة فيها، بوجه لها كمان رب يكون معها، لأنه هلأ هي بالمستشفى رجعت. فكانت تعبانة كتير، ورحت أنا لأكون إنه حدا ولا أخدمها، لأنه هي إنه مثل الأم لإلي كانت. فكنت عم بشرب دخان برا على البرندا. شوي قالت لي إنه بدك تقتليني، إنه جاي لتقتليني. قلت لها إنه أنا جاي لحتى ساعدك، مش لقتلك. طلعت لبرا إنه الريحة قتلتها يعني. فطلعت كسرت الدخان كله. قلت له يا رب انه انا بصوم ابدا عن الدخان. هيدي من 3 سنين، 3 سنين ونص تقريبا. فانا بصوم ابدا عن الدخان، بس هي تعيش. ومن يومتها دي صديقتك او لا، هي اول حد فتح لي بيته بجمعيه يعني للبنات المعنفه. اي فتلات أيام وبيجي حد، وكان الرب وعدني ببيت، وكنت بطلب بيت إن شاء الله أوضة لحتى أرتاح فيها، ولحتى رجع بنتي، مش إنه ضل بالميتم، رجع لحضنه. فبنتي قالت لي إنه أنا ما بقبض ميتم، ليش أنت حطيتني بالميتم؟ قلت لها أنا وعدني الرب إنه بس تخلصي المدرسة الرب رح يعطيني بيت، ما بدفع أجاره. فقالت لي لا، انت عم تكذبي علي. قلت لها لا، الرب قال لي هيك، انه مستحيل انه اكذب عليك. طلعت على السطح وصليت، قلت له يا رب انه انا بآمن انه انت رح تكون مثل ما خذلتني ولا مره، مش رح تقبل انه تخزني مع بنتي، لانه انا وعدت بنتي، فانا بنتك مفروض تكون عم تأمن لي بيت. فهيك بحكي معه انا. كل انسان عنده طريقة خاصة مع الرب، مثلا مثل نزيفة الدماء، انه كل شخص يعني كان عم يؤمن بشيء لحتى انه يكون الرب عم يشفيه، يكون الرب عم بيه. وانا هيك حكي معه يعني، كصديق كأب، مش الله بعيد والله ما فينا نحكي معه، والله دايما هو اللي بيضرب وهو اللي بيأذي. لا بالعكس، الله هو بيحبنا، الله بيحضن. تعلمت من كشخص مسيحي، انا ما عم بقول انه انا على الهوية مسيحية، بس انا من جوا مسحة يسوع فيي. فتعلمت انه شو يعني اقدر عن جد، ما بعرف شو كنت عم بحكي، طلعت الفكرة. بس انا يعني قبل ما تكملي الفكره، انت كنت بتقولي ان انت كنت مسلمه ومتدينه زي اي حد مسلم، بتصلي ومحجبه، فالظروف الصعبه اللي كنت فيها في حياتك، سواء من الاب من معامله، او يعني مقولة الإعاقة الجسدية دي يعني ما تعتبرش، يعني مش هنقول إعاقة، لكن يعني هنمشيها الكلمة دي، لأن يعني ليه ما اتجهتيش بقلبك وبدعائك لإله الإسلام، زي ما انت كنت يعني عارفة، يعني نشأتي في أسرة مسلمة، بننشأ في أسرنا عارفين ان احنا مسلمين، فمتعودين ندعي الله من خلال الـ يعني الإيمان او الدين اللي احنا طالعين عليه. فهل انت دعيتي او طلبتي او حاولتي ان انت تطلبي من إله الإسلام انه يتدخل في ظروفك، ان الامور تتغير؟ يعني النقلة من هنا لهنا يعني مش بسهولة، برضو بتبقى يا أخت رحاب، بيبقى في فترة بحث، بيبقى في فترة تفكير. فيعني النقطة دي عايزة أعرفها يعني في شهادتك. تفضل.
هو انه يعني ما فيش علاقة، ما كناش نعرف انه في علاقة بيننا وبين الله، وانه الله قريب منا. ايوه نحن بنصلي الفرد، ايوه انا اوكي مش يعني بنصلي كفرد، وما بن ما ما بنحس انه مثلا، ما بحس بهيدي الراحة. كأنا عم اقول كشخص اسمه رحاب، مش متعودين نطلب نكلم الله، احنا لا متعودين نقدم له فروض وبس. ايه، وانه هو انه هو انه هو لازم انه نكون عم نصلي، لازم نكون عم نصوم، احسن ما بيحاسبنا بعدين مثلا. بنعمل له اللي هو عايزه، بنعمل له اللي هو بيطلبه. فما كانش في علاقة، اي علاقة الأب لبنته، هيدي هي اللي بطالب بكل حدا. مش رح أقول مجروح من بيو، مش رح أقول مجروح من خيو، مش رح أقول مجروح من أخته، مش رح أقول مجروح من أمه. أنتو مش خسرانين شي لو عن جد طلبت الرب من كل قلبكم، من كل عقلكم، لأنه هو قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وأنا أريحكم. صحيح. ما قال يا جميع المتحيين، ما قال يا جميع المسيحيين أبدا. يعني فينا نجي لعنده كدروز، كأسلام، كمين ما بدهم، بس أنه جربوا حبه، جربوا علاقة الأب. يعني حتى اللي فاقدين أبياتهم، مش موجودين بالحياة، جربوه كأب وشوفوا كيف راح تكونوا عم تعيشوا هذا الامتلاء، عم تعيشوا هذا العطف، عم تعيشوا هذا الحماية، اللي سند الظهر، اللي ما إلها حدا، عن اللي بتحس إنه عندها أولاد ومش قادرة تكفي، مش قادرة تكفي حياتها، أولادها تعبينة، مش عم تقدر تشتغل، مش عم تقدر تكون عم بتأمن الراحة لأولادها أو راحة لنفسها، حتى بالوحدة. يعني إنه شخص وحيد ما عنده حدا. تعو جرب، تعو أمين جرب حضن الله لإلك، أمين. اطلبه من كل قلبك، من كل قلبك اطلبه. عن جد عم بحكي، أمين. ما بعرف انه شو بدي اقول، بس هل انا طلعت، تفضلي يا أختي رحاب، تفضلي. انا طلعت بس كرمال انه عن جد لكل مجروح، لكل متألم، انه ربنا يباركك. اطلبوه، لانه هو بيغيرنا للأفضل وللأحسن، بيعطينا الراحة، بيعطينا السلام، بيعطينا القوة، بيعطينا الدعم، حتى على مرضنا بيعين وبيشفي. أمين بيقوينا، أمين بيخلينا أنقياء وأقوياء. أمين أمين. طب هل أهلك قبلوكي لما آمنتي برب يسوع وأعلنتي واتكلمتي كده بجرأة ليهم عن محبة المسيح، هل قبلوكي؟ شوفي، انه انا بشكر الرب على اخواتي، وبي كان لي سنه بس قبل يتركني بالجمعيه، لانه شاف انه تقدم بحياتي، تغيير، شاف تغيير، شاف تغيير. حتى قبل ما يموت، ما بيموت، كان مفتخر فيني، يعني كأنه سعيد انه ما اكون هالبنت اللي ما بتسوى، سعيد انه ان يكون شخص بيفتخر بيا فيه، وهذا هو اللي صار. وقبل ما بيتوفى بجمعه كان حاكي مع بنت عمتي وقايل لها هذا الشيء. اخواتي، الناس والعالم، يعني بصيروا بيحكوا ليك اختك، ليك هيك. فبكل بساطة كان خي عم بيقول لي انه امني لوحدك، انه مش ضروري تنشري هيدا الشيء على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وهيك. قلت لهم بكل بساطة يعني انه انا، انه انتم شفت، عم تشوفوني اذا عم بعمل غلط، انا بس عم فوت على كنيسة. فقلت لهم بكل بساطة، إذا حدا سألكم قولوا إنه أختي، فيكم تسكتون بهالكلمتين، أختي فاتت على كنيسة تصلي، ما راح تعبر. بكل بساطة
أمين. فأحيانا بيجيني الاضطهاد، أحيانا بتجيني مثلا مسخرة، بس مش كاضطهاد يعني، بيجيني من القرايب كان أي. اضطهاد قوي، ومثلا بس انوجد بعزا عمتي او بعزا حدا يعني بيكون بيقربني، ف بيجيني مثلا مثل وين بدك تنقبري، كيف بدنا نصلي عليك، كيف بدنا نغسلك، يعني بيصيروا ببلشوا بهول النغمات، تهديد زي تهديد يعني. مش قصة إنه تهديد، مثل حركات يعني، إنه بيضايقوكي. جسد مش مهم وين يندفن، المهم الروح وين بدها تطلع. أنا برأيي صحيح. يعني إنه شو ما كان جسدي هو رح يصير عظم، فالروح لوين بدها تطلع، صح. هيدا اللي بهمني يعني. مش مهم إن قبر كان مثل ما بيقولوا عن المسيحية خشخاشة أو بمقبرة إسلام، مهم إنه أنا وين بدي أروح. أمين. طب خلينا ناخد تليفون معانا الأخت لوجين ونرجع لك تاني يا أختي رحاب. أهلا بك يا أخت لوجين، اتفضلي أنت على الهوا. سلام المسيح سلام المسيح ربيبك، ليك، أهلا بك. طيبين يا ربي، تكون سنة بركة باسم يسوع، وأنت مليئة طيبة. بالأفراح، مليئة كلمة الرب أمين. املأنا وتملع قلوبنا. نشكر الرب من اجلك لانه بتعبين، ونشكر الرب لانه فاتح لنا طريق وابواب ما كنا عارفينها. طبعا نشكر الرب من اجل اختنا المباركه، لانه الرب غيرها تغيير حقيقي مثل نعم. ما اختبرنا الرب وغيرنا. امين. يعني اشجعك اختي، والرب يكون معاكي، وكمل في نقطه تقومين بها هي حسب مشيئه الرب. انت أمين. شددي وشجعي بكلمه الرب، هذه ان صراحه احنا كل يوم ده نلمسه اختبار حقيقي بحياتنا. فنشكر على نعمه يسوع المسيح وتغييره من اجلنا، نشكر الرب. أمين أمين. شكرا جدا حبيبتي، كل سنة وأنت طيبة يا أخت روجين. ربي يبارك. شكرا ليك حبيبتي، أشكرك جدا. تفضلي يا أخت رحاب. كنت بدي ربي باركك، وعن جد شكرا على هالتشجيع اللي اعطيتيني اياه، وربي يكون معك انت كمان من مجد لمجد ومن قوه لقوه. كنت بدي كمل كيف الرب عطاني اجار البيت من بعد ما كسرت الدخان، وقلت له يا رب صوم ابدي عن الدخان، بس انه هي تعيش. فبعد 3 أيام إجا شخص على الجمعية عند هيدي المرأة، وحبوا إنه يكون إنه أنا عم قلن قصتي مشان إنه يساعد الجمعية، مش يساعدني لإلي. وأنا ما بعرف أحكي إنجليزي، فرحنا على الأوتيل، وكان هو مثل دكتور، وهو شخص ملحد. بدي أقول لكل شخص مفكر أو بيفكر انه اذا فتنا على المسيحيه يعني معناته انه نحن عم نفوت مثل شو بيقولوا هيدا تطير، يعني المسيحيه عم تعطينا مصاري لحتى نحن عم نؤمن فيها. انا اجاني دعم من شخص ملحد ما بيعرف الله، دكتور بيعرف انسانيه بس منه ابدا ابدا يعني منه شخص مؤمن مسيحيا او شيء، بس هو كانسان. اجى على الجمعيه وحكيت له قصتي، وفي حدا تاني كمان لما راح على الجمعيه حكى له هيك شاف بنات، مع انه بنتي ما كان موجوده. فلانه هو دكتور بروفيسور ومرته ممرضه، قال انه قصتي من النوادر. فانا هالشيء لمست له قلبه انا وبنتي، فحب انه يكون عم يباركنا ب $500 اجار بيت على سنه، وهيك قبل ما بنتي تكون عم بتخلص مدرسه كان الرب معطيني بيت، وكنت عم ب... معطيكي بيت ايجار. ايه يعني في الشخص الملحد اللي قلتي عليه انسانيا ساعدك انك تأجري بيت تسكني فيه انت وبنتك. مزبوط. وبعد السنه انا كنت قاعده تحت الارض، لانه هون بلبنان كثير الايجارات غاليه كثير، مش شوي.
فكمان الرب حط بقلب اللي ساكني عنده يكون عم يعطيني نفس الأجار تحت طابق فوق، مع إنه بأعجوبة بأعجوبة هو الشخص يعني المتن إنه الجنيه ما بينزله، داي. لكن كنت عم باخذ نعمه بعيونه، وعن جد خلالي البيت اللي فوق كمان بنفس الاجار. وكيف انه بعدني مستمره من 3 سنين لهلا، في اشخاص اجوا كمضطهدين من بلد تاني مش رح سمي اسمها على لبنان، وهيدا كان في حدا عم بيساعدهم، هيدا الحدا شافني وشاف وضعي الصحي فقرر كمان انه يكون عم يستمر معي. فهي السنة بقول يعني ما بعرف اذا شايفين وراكم شو في هيك مثل اوراق مكتوبة، لو ممكن هون نجيب كل الأخت رحاب. شخص فهون كل شخص بيكون عم يجي لعندي بيكون عم يصلي من مصر، انه خادم للرب او قسيس من امريكا او شيء، بيكون عم يكتب لي اعلان لبيته. فبآمن بس ينطلع روحات كل اللي وراكي دي كلمات تشجيع واعلان ان الله يديكي بيت، ان الله يسدد احتياجاتك. وان الرب يعطيني بيت ما بدفع اجاره. امين يا رب. وآمني هيدي السنه انه الرب رح يعمل هيدا الشيء لانه هو وعدني. امين. طيب هسمع من انا، لان انا عايزه برضو يعني اخواتنا يعني في جسد المسيح في كل العالم يسمعوا برضو ويشوفوا اخت ليهم و يعني اتنقلت النقلة دي برغم كل الحياة الصعبة اللي مرت بيها والأمور الصعبة اللي هي مازالت فيها، لكن متمسكة بإيمانها وبثقتها. وزي ما كانت بتحكي دلوقتي أختنا رحاب عن معاملات الله، هي بتختبر الله الحقيقي اللي بتكلمه وبتشوف معاملاته يعني اليوم بيومه زي ما بيقولوا. لو اديناها وقت هتحكي كتير عن معاملات الله معاها، لكن هناخد تليفون اخونا حسين وبعد كده نرجع نسمع من اختنا رحاب. اهلا بيك اخ حسين، انت على الهواء، اتفضل. سلام المسيح اختي، سلام المسيح ليك، اتفضل. والسلام اختي المباركه، لو ممكن الصوت شويه عشان اقدر اسمع. نشكر الرب اني اختبرت حياته، وكل عام وهي بخير وكل المشاهدين وانت كمان اختبرت، ويا رب تكون السنه هذه الجديده القادمه اللي تكون سنه خير وبركه لكل الناس اللي ما عرفوا الرب انه يعرفوه. لكن احب اقول لك اختبرت خدمتكم رائعه مباركه، نشكر الرب اللي ربنا يبارك هذا اللي ثمر وهذه الخدمه اللي يريدها الرب باسم الرب يسوع المسيح. تكون كل ايام حياتنا انه هي نعيشها مع الرب، انه الكل يكرز باسمه دائما. امين. باسم المسيح. حبيت كنت ابارك اختي في خلاصها مع الرب يسوع المسيح، واعطي لكل الاخوه اللي مباركه بسنه جديده. امين. اشكرك اخ حسين، ربنا يباركك، شكرا على مداخلتك، ربي يبارك حياتك. أخت رحاب، عشان يعني الوقت بينتهي وعايزة برضو أسمع منك كتير، أنا عارفة أن أنت يعني اختبارك يعني مليان بالشهادات عن معاملات الرب السخية الكريمة ليكي زي ما كنت بتحكي، فكنت عايزة أسألك هل أنت بتقدري تشتغلي؟ أنا كنت شيف بشتغل، لكن ارهقت ايدي اكثر من اللازم. ايوه، لان مجهود وكنت بحمل اشياء ثقيله، لكن ما كانش يجي في بالي انه حيصير عندي ضعف وتمزق بالعضلات. فانا بوجه رساله لكل شخص عنده وجع وعنده مرض مؤلم. بالبدايه ما كنت عن جد بمراحل، يعني كنت اتوجع كثير وحس عن جد قلبي رح يوقف من كثر الوجع، ولكن اللي شجعني برسالة بولس قوتي في الضعف تكمن. صحيح. وكان عن جد الرب عم بيقويني بهيدي كشخص بولس كان عنده شوكة بالجسد، وطلب من الرب انه يكون عم يشفيه، مع انه هو بيكون عم يشفي العالم
بس للأسف إنه كان عم يسأل الرب ليش إنه أنا بإيدي، إنه أنت أعطيتني السلطان لأشفي، فليش إنه ما بتشفيني لألي؟ فكان قوته إنه قال له الرب إنه قوتك في الضعف تكمل، يعني إنه كمان عشان ما بيكون عم يفرض بالإعلانات لحتى يكون دايما، ما بعرف شو هي الشوكة، ما ذكرت بالإنجيل، بس بعرف كل واحد عنده شوكة، يعني المتألم الموجوع يستند على الرب ياخد قوة منه. هو شخص يعني ما فيني أوصفه، بس هو بيعطينا القوة، بيعطينا ما بعرف شو بدي أقول، بس بنذهل أحياناً عن جد، يعني بنذهل لتعامل الرب معي، بنذهل لوين وصلت، بنذهل حتى بالاختبارات بالمعجزات اللي هو وضعها بحياتي، بنذهل إنه كان بدي أقول فكرة إنه بصراحة أنا كنت محرومة من الحنان والعاطفة، وكنت بشحد الحنان شحادة، يعني ما بعرف زي الشحاتين، من فضلك احضني لحتى أحس بشوي إنه حدا عم يهتم فيي. تغيرت الأسلوب، تغير وبقيت شخص من نظرة عيوني أو من ضمة حد كون عن جد عم ياخد هو، قد ما كنت أشهد على حنان بقيت أنا أعطي حنان، الرب يعني ملاكي، الرب ملاكي منه، يكون أعطي حنان لكل شخص محروم من الحنان، محروم من العطف، لكل شيء جربت فيه كون عم فرجيه لأشخاص كتير، يعني ما بعرف شو بدي أقول. هل وريتي الوالد قبل ما يتوفى، هل قلتي له أن أنت سمحتيه؟ هل وريتي المحبة اللي المسيح غمر قلبك بيها؟ أنا ما كانش لي سنة تقريبا، أنه بعدني مش أنا، بس كنت بعدني خالصة من دواء الأعصاب يعني. أوكي. لكن كنت بطلع بروح أزور وارجع الجمعية عادي. يعني تعلمت من أبويا إنه الكرم يمكن ما كان بحقنا بيقدر يفهمنا، بس هو كان بيحبنا. أنا ما بدي أقول شيء غلط عن بي، لا طبعا لا، بس أنت غفرتي له يعني. يعني كان أنا غفرتي له المعاملة اللي كان بيعاملها لك، اللي أثرت فيكي طبعا، بس بيحبنا على طريقته، على طريقته اللي ما كنا نفهمها نحن، بس يا ريت عن جد كل شخص يفهم ابنه، يفهم بنته، يتعلم من الكتاب المقدس كيف بيحب أولاده، كيف الرب أحبنا لحتى نقدر نكون عم نحب أولادنا، لحتى نكون عم نفهم أولادنا، لحتى ما يوصلوا أولادنا للموت. أمين. الانتحار، محاولة الانتحار. صحيح. يمكن إيه، ما بعرف، أنا ما قلت ليه اخترت الحلقة، أو بالأحرى بركة القسيس صلى واختار اسم الحلقة. طيب ممكن تقول لنا الأسباب اختيارك لاسم الحلقة انتحار أم موت؟ بس ناخد تليفون الأول. أوكي. معنا أختنا نهال، أهلا بك يا أخت نهال. مساء الخير يا أخت نورة. أهلا بك. يا أخت رحاب، كل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيبة. وفعلا بعد ساعات هنستقبل عام جديد، أصلي أن يكون عام مختلف عن جميع الأعوام الماضية، في أن كل مشاهد يسمع فيه كلمة لخلاصه وما يفوتهاش، ويقول بصدفة لكن يشكر ربنا من كل قلبه أن الرب مازال بيكلمه، وما فيش حاجة اسمها صدفة، لكن كل شيء بترتيب من الرب، اللي فعلا غرضه أن الجميع يخلصون.
إلى معرفة الحق يقبلون. عايزة أسأل أخت رحاب عن الآية اللي ذكرتيها وقلتي إن الآية بتاعت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، حضرتك أخذتيها إن الآية دي بيقولها لكل الناس يعني المسلمين والبوذيين واليهود وإلى آخره، وقلتي أنا حلو قوي إن الرب يبقى أب، فسؤالي ليه ما استمرتيش في الإسلام واعتبرتي إن إله الإسلام هو أبوكي؟ يعني هو حد بيقول كده هو لازم أسيب الإسلام وأخذ الإله أبويا وما أنا أخذه وهو وأنا ما زلت في الإسلام. وبخصوص الإعاقة الجسدية عايزاكي تجاوبي بأمانة، لما بتسمعي عن معجزات السيد المسيح اللي بيعملها هل بأمانة مش بتلومي داخليا على الرب اللي قادر إن يشفيكي لكن الوضع فاضل زي ما هو، خاصة إنك في أشد الاحتياج للشفاء الجسدي؟ وربنا يبارككم. آمين. مع سمعتي السؤالين أخت رحاب؟ إيه بس مش كتير واضح. طيب السؤال الأولاني الأخت نهال بتقولك أنت ذكرتي الآية تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، إن الله يعني بيقدم الدعوة لكل الناس، فإن الله يكون أب، أنت قلتي أنا عايزة الله يكون أب أبويا يعني، فبتقولك أنت ليه مثلا ما افترضتيش أن إله الإسلام هو اللي يكون أبوكي أو ما خدتوش أن هو يكون أب؟ ما بعرف يعني ما ظلتيش في الإسلام ودعيتي تقولي له أنك أنت تكون أبويا؟ لا لأنه ما حدش قال لنا أو ما فيش الكلام ده عندنا أصلا، كان لما كنا ما كنت مسلمة والأخت حاب ما فيش الكلام ده، ما فيش الله أب الله ما فيش حد يعني الله بعيد والله فوق ونحن تحت والله سيد وإحنا عبيد. أيوة هو الرحمن وليه عبد الرحمن، هو العزيز وفي عبد العزيز. ما ينفعش يكون إله الإسلام أب الله. إله الإسلام متعالي تعالى، ما ينفعش إن هو يتنازل عشان يبقى قريب من خلقته عشان يكون لها أب. فضلي. هو الله واحد مش اثنان، ولو الله روح القدس يعني إله واحد منهم اثنان ويسوع. أيوة. إله واحد. أيوة يعني الخلاصة إن هو ما ينفعش إن هو يكون أب. بالنسبة للسؤال الثاني الأخت بتقولك إن الأخت نهال بتقولك إن لما بتقري عن معجزات المسيح معجزات الشفاء هل بتلومي عليه إن لسه يعني هو يعني ربنا سامح إن يبقى فيه إعاقة، هل بتلومي عليه إن أنت ما شفتيش؟ ما بصي هو الإعاقة ما كانش مشكلة عندي من بعد ما آمنت بالمسيح، المشكلة من 4 سنين الألم، وهيدا أكيد يعني إنه أنا إبليس عارف يعني. أول شيء كنا منفكر إنه الله هو اللي بيضرب، الله هو اللي بيدب المرض فينا، الله هو اللي بيخلقنا أشخاص يعني. ما بنقول كنا انه ابليس له دعوه او الشيطان له دعوه انه يكون عم بيخلينا ندوه، وانه نعرف انه الله ما بيحبنا لحتى نكون مريضين او وهي بحاله الطبيعه الالهيه عن طبيعه الانسان هي يعني خاطئ. كمان في حاجة أخت رحاب، في إن ممكن يعني الله يسمح إن يكون في إعاقة، طبعا ما حدش ليه ذنب فيها، لكن الله بيستخدم الأمر ده بعد كده لمجده في حياتك تكون يعني زي ما بيقولوا إبليس أراد لي شرا ولكن أيوة الله حول الأمر لخير، لأنه بإعاقتي وبمرضي عم بقدر كون عم مد ايدي لاشخاص كتير كون عم بدعمهم روحيا وقويهم بالشيء اللي تقيت فيه من وراء تعرفي على الرب يعني. طبعا تكوني انت رساله امل لناس كتيره يعني، بشكر الرب جدا من اجلك. طيب لان يعني خلاص قدامنا دقيقه، ممكن تقول لنا سبب اختيارك لعنوان الحلقه انتحار ام موت؟ اوكي الانتحار هو الموت بحد ذاته طبيعي، الانتحار هو طريق للموت يعني. طريق للموت ابدي، ولكن كلمه ام موت اخترت اني موت مع المسيح عن كل شيء
بالعالم، يعني عن شهواتي، عن الأشياء اللي ما بتليق بالرب، لأحيا معه بالأبدية، لأنه الموت مع المسيح هي حياة أبدية نطرتني فوق وخلاص. أمين. فوجه نداء وتعرفوا على الرب يسوع وعن قرب. ما تقولوا يعني يمكن عم تقولوا إنه أنا كافرة أو أنا أو أي شيء. بوجه لكل شخص عن جد عم يحضرني، إن كان من قرايبيني أو من أهلي أو من أشخاص كتير مسلمين ومتوجعين ومتألمين، عن جد تعرفوا على الرب يسوع، لأنه نحن عنا إله واحد مش إله اثنان. إذا تفتشتوا مش إنه سمعتوا، نحن عم نسمع كنا بس مش عم نفتش ونشوف، مش عم نقرأ الكتب. ففتشوا مثل ما فتشت أنا ولمسوا، لأنه هو عن جد أب حقيقي، أب بيحضن، أب بيخاف على أولاده، أب منه بعيد، الله منه بعيد، الله حدنا، الله موجود فينا، الله أمين. الله بيحضننا، الله بيحمينا، أمين. هو أمين، هو مريح التعابة. يعني للناس عن جد إجا للناس التعبانة والمتألمة واللي عندها يعني عندها مرض، عندها يمكن الله أوكي. الله بدي أقول لها بس لأختي إنه الله ما شفاني مثلا من هيدا الوجع، لأنه هيدا من 4 سنين، مش إنه الشلل أوكي ومن أنا وعمري سنتين، بس الوجع كان من 4 سنين تقريبا. بس إنه ما بنكر إنه الله شفاني من أمور كتير، يعني من 13 حبة دواء أعصاب. أمين. والرب عمل في حياتك يعني معجزات كتيرة وحاجات. أنا عارفة طبعا أن لو وقت الحلقة أطول من كده، ولو في حلقات تانية هتقدري أنك أنت تشرحي لنا وتحكي لنا وتشهدي عن عمل المسيح في حياتك. أنا بشكرك جدا يا أخت رحاب لوجودك معنا النهاردة، أشكرك جدا وشهادتك اللي يعني بتشهد عن إله عظيم بيتفاعل مع خلقته، مش إله عالي وبعيد لكن إله موجود في وسط الحياة، بيعين وبيقود وبيكفي كمان الاحتياج وبيديه وقت ما تكون الشخص محتاج. أنا بشكرك جدا، وأكيد هيكون لنا لقاءات تانية معك يا أخت رحاب. الرب يبارك حياتك. أشكرك جدا. أشكرك جدا، أشكرك جدا، شكرا. طبعا زي ما سمعنا يعني مختصر القصة الرائعة الجميلة دي اللي تشهد عن أمانة الله، يعني إنسانة يعني الرب سمح أن يكون في إعاقة من عمر سنتين، رفض ومعاملة قاسية من الأب لحاجة هي ملهاش ذنب فيها، يعني يعتبر زي ما قالت شبه تشرد وحياة صعبة جدا في الشارع، لغاية لما لقت النور والحق والحياة وفعلا اختبرت الإله الحقيقي الحقيقي اللي بنسمعه ده. مش مجرد قصة بنسمعها، لكن دي شهادة عن عمل إله حي عظيم. الشهادة دي هتكون شهادة ضدك لو ما كنتش تتحرك، لو ما كنتش تتحركي وتبحثي عن الحق وتبحثي عن حياتك الأبدية. بشكركم جدا مرة تانية، كل سنة وأنتم طيبين، و2020 يكون سنة بركة وسلام وسعادة لحضراتكم كلكم. معادنا الأسبوع الجاي مع برنامج صوت العابرين وحلقة خاصة عن الميلاد، وهيكون معنا خادم الرب الأخ أندرو حبيب. انتظرونا في صوت العابرين وحلقة جديدة، والرب معاكم. على قد ما في اياتي تمدد كان كل هدف هتسكت، على قد ما ندوى باسم الحب كل اللي شافوه سكت، كسروا عشانه كل الاشياء واعتبروا عشانه